التاريخية التي سبقت ثورة الفاتح نوفمبر، بدءا بنجم شمال إفريقيا الذي ظهر عام 1926. نجم شمال إفريقيا لم يكن وحده على الساحة السياسية، كان أيضا حزب آخر أو ما يسمى بكونفدرالية المنتخبين عام 27-28، كانت أيضا جمعية العلماء عام 31، الحركة الإصلاحية التي قادها ابن باديس، وكان الفرع الجزائري للحزب الشيوعي الفرنسي الذي ظهر سنة 25 والذي تحول بعد ذلك إلى الحزب الشيوعي الجزائري عام 36. لنتابع معا تطور كل هذه الحركات السياسية، ولنبدأ بنجم شمال إفريقيا الذي كان القائد المباشر وكان الوحيد الذي أوصل خاصة إلى الفاتح نوفمبر 54. نجم شمال إفريقيا تطور إلى حزب الشعب الجزائري بعد حله، وكان ذلك في 11 مارس عام 37. بعد دخوله في السرية ظهرت حركة أخرى، حركة انتصار الحرية الديمقراطية في نوفمبر 46. بعض من هؤلاء من عناصر هذه الحركة أو الشق العسكري لهذه الحركة سمي بلوس، المنظمة السرية، وكان ظهورها في ديسمبر 47. المنظمة السرية بعنصرين منها وبعنصرين آخرين من المركزيين كونوا ما عرف في 23 مارس 54 باللجنة الثورية للوحدة والعمل الكريا. الكريا أنتجت لجنة 22 التي اجتمعت في 24 جوان عام 54، وكانت هنا بداية القرار التاريخي، قرار رفع السلاح وتحدي الاستعمار ومواجهته بالسلاح كما دخل أيضا بالسلاح. من خلال هذا ومن خلال ما تم إقراره في 24 جوان 54 ولدت جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني في 23 أكتوبر 54، وأسبوعا بعد ذلك أي في الفاتح نوفمبر 54 اندلعت الثورة المسلحة، وهنا كانت الوحدة الحقيقية بين كل الأحزاب، بين كل الحساسيات، وبين كافة شرائح الشعب الجزائري. الجميع أصبح إذن في صلب الثورة المسلحة، الاندماجيون، كونفدرالية المنتخبين التي تحولت بعد ذلك سنة 44 إلى أحباب البيان والحرية، ثم أصبحت عام 46 الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وكذلك الإسلاميون، جمعية العلماء المسلمين دخلت الثورة، الحزب الشيوعي الجزائري الذي تشكل عام 36 دخل الثورة المسلحة، وأصبح الهدف الوحيد للجميع هو إخراج المستعمر بالسلاح. ولعلنا نقول هنا أن أحداث 8 ماي 45 كانت هي المنعرج الحاسم، حيث تم تجاوز المفاهيم القديمة للكفاح والتنظيم، وكانت أحداث 8 ماي 45 هي التي أعطت للجميع وأكدت للجميع قناعة واحدة، فرنسا دخلت بالسلاح ولن تخرج بغير السلاح.